من أرض العاصمة الرياض، وتعد النسخة الأربعون من المعرض الزراعي السعودي والمعارض المتزامنة والمصاحبة له هي أكبر فعالية لذوي الاختصاص من القطاع الزراعي في المنطقة، حيث يعرض أحدث الابتكارات والتقنيات والحلول الرائدة والهندسة الزراعية المتطورة. مزيد من التفاصيل عن هذا المعرض وما يقدم لزواره ننتقل بصوت وصورة إلى زميل فيصل العمير. مساك الله بالخير زميلي فيصل، حابين نطلع المشاهدين أكثر تفاصيل هذا المعرض، الأركان الموجودة فيه وما يقدم من فعاليات أيضا، تفضل. مساء الخير عليك عهد، على كل من يتابع برنامج ديرتنا وقناة السعودية بالتحديد. زي ما ذكرتي طبعا نحن نتواجد في معرض الزراعة السعودي 2023، طبعا هذه دورة الأربعين زي ما ذكرتي في ثنايا الخبر. طبعا المعرض كبير جدا، يعتبر كما ذكرنا الأضخم على مستوى الشرق الأوسط. طبعا بدأ هو يوم الأحد ويختتم أعماله غدا يوم الخميس. هناك زيارة كثيفة من جميع المهتمين بالزراعة، جميع المستثمرين يقومون بزيارة هذا المعرض للاطلاع خاصة على المنتجات المحلية وزي ما ذكرتي على أحدث التقنيات في الزراعة. طبعا احنا متواجدين عند أحدث الأكشاك اللي موجودة فيها مزارعين محليين في المملكة العربية السعودية، واللي تعتبر الزراعة اللي طلعت خلال الفترة الماضية وهي خاصة زراعة القهوة والبن بالتحديد. طبعا معنا أبو تركي يحيى المالكي، مختص ومزارع للقهوة، حتى نسأل عن مشاركتهم في المعرض ونسأل عن زراعة البن في المملكة العربية السعودية. نرحب فيك أبو تركي ويقول لك يعطيك العافية ويجعلكم على. حياكم الله، مرحبا ومسهلا. أنا يحيى المالكي من محافظة الدائر، أحد المهتمين بزراعة البن الخولاني السعودي، هذا المنتج الوطني الذي يحظى باهتمام كبير من قبل جهات الدولة الراعية وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة مشكورة. وهذا المحصول الذي يشكل إن شاء الله مشروع وطني نقدي استراتيجي كأحد مستهدفات رؤية الوطن 2030. وهذا المحصول الرائع نحن ننتجه ونحافظ عليه كموروث إنساني وكمنتج اقتصادي. نحن نشارك في هذا الجناح تحت مظلة صندوق التنمية الزراعية الذي يقدم القروض والتسهيلات للمزارعين من أجل التوسع في زراعة البن إن شاء الله. ونحن نأمل إن شاء الله أن يكون هناك مستقبل واعد لهذا المنتج الوطني، نحن إن شاء الله نكون قادمون للعالمية. هذه نماذج البن اللي تزرعونها أبو تركي؟ نعم طبعا، هذا يعد البن على الشجرة في مرحلة النضج، ننتقل بعد كذا إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة التصفية اللي هو الصافي اللي هي مادة القهوة بهذا الشكل، وبعد ذلك نفصل منه المواد الأخرى مثل القشر ونستخرج منتجات أخرى، القهوة السعودية والقهوة المختصة، بقية أنواع القهوة الأخرى. هو يعني له مشروبات متعددة من ضمنها القشر، من ضمنها الطحة، ومن ضمنها كثير من المشروبات نستخلصها من هذا المنتج الرائع. طيب هو له موسم معين أبو تركي ولا طول السنة؟ طبعا هو محصول سنوي ينتج في السنة مرة واحدة، يبدأ الإزهار في شهر مارس، يستمر حمل المحصول إلى مرحلة النضج، تبدأ مراحل القطف ثمار في شهر سبتمبر لمدة 3 أشهر إلى 4 أشهر حسب موسم المطر. تقريبا ينتهي موسم القطاف في نهاية ديسمبر أو في مطلع يناير من كل عام. يعطيك العافية، شاكرين ومقدرين لك أبو تركي، شكرا. سعداء بالمشاركة في المعرض الزراعي السعودي الأربعين في هذا العام، وهو أكبر تظاهرة زراعية تقريبا على مستوى الشرق الأوسط. شارك إن شاء الله ونراكم في مرات قادمة. شكرا. عهد، أيضا في أحد المزارعين والمختص بزراعة أو بتربية النحل. طبعا تربية النحل، طبعا هناك عدد من أنواع العسل اللي موجودة هنا، نتعرف عليك أول شيء. معك علي محمد الزهراني، حفظكم الله. نعم والله. المشاركة طبعا تشارك بالعسل وجاي من محافظة الباحة. أنا جاي من منطقة الباحة، نعم، محافظة بني حسن. وأولا نشكر حكومة الرشيد، والحمد لله اللي أنعم علينا بهذا الوطن وأنعم علينا بحكامنا الأوفياء الذين يسعون لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. تتكلم عن العسل الأنواع اللي موجودة عندكم، وتتكلم عن أنواعها ومتى إنتاجها، لها موسم معين ومتى مواسمها؟ نعم نعم، لكل نوع من الثمار موسم معين. مثلا العسل الصيفي في بداية فصل الصيف، في بداية الربيع، وعسل السدر الأيام هذه طبعا،
والعسل الطلحه في الصيف، في موسم الصيف. وهناك انواع اخرى موجوده زي المجرى واللافندر والسمره، انواع كثيره من انواع العسل. طبعا حسب الموسم، كل يعني ثمره لها موسم معين. ونحن طبعا اصحاب نحل متنقل، اذا شفنا الثمره في مكان قلنا نحلنا عندها بهذا الشكل، والحمد لله يعني في نعمه وامان، ومدعومين من صندوق التنميه ومن وزاره الزراعه. طبعا برضو حتى وزاره الزراعه يهيئوا لنا برضو الاماكن المعينه على اساس النحل، ولو جانا مضايقات مثلا من نحالين مثلا حقين النحل المستورد او من ثانيين يعني برضو هم يدعمونا، وفقكم الله جميعا. يعطيك العافيه عم علي، شاكر الله يحفظكم، شكرا لكم. شكرا. طيب عن عهد، زي ما ذكرنا احنا يعني هناك العدد كبير من الشركات اللي مشاركة في هذا المعرض، ما يقرب من 420 شركة تأتي من 40 دولة تقريبا، هناك ما يقرب من 10 جلسات حوارية، في هناك أيضا 20 ورشة عمل تقدم في هذا المعرض، هناك العديد من الصفقات التي عقدت في هذا المعرض الزراعي، ما يقرب من 16 صفقة أو عقد أو تم توقيعها خلال الفترة الماضية في هذا المعرض، وصلت قيمتها إلى ما يقرب من 3 مليار ريال، وهذا يدل على تنمية هذا القطاع، القطاع الزراعي خاصة في المملكة العربية السعودية. عودة إليك عهد في السعودية. يعطيك العافية زميلي فيصل العمير، كانت تغطية ممتعة جدا، شكرا لضيوفك اللي قدموا وسردوا تجاربهم في هذه التغطية، سواء عن زراعة البن الخولاني أو حتى تربية النحل وإنتاج العسل. نتمنى التوفيق لجميع المزارعين المتواجدين في هذا المعرض.